هسا فكرة شو اسمه ترانجل ميثود، كل بساطة بدي اوجد سرعة النقطة هاي سرعة بي، فانا اوجدتها قبل شوي بالسؤال يعني قبل طلعتها بس ار في اوميجا مباشرة. راح ناخذ كم ماجنتيود هون، بتطلع معي ار في اوميجا بتطلع معي 15.9 هاي في بي. طيب وين اتجاهها؟ حكينا البار زي هيك، البار هاي في بي، هاي في بي معي موطور، هاي الزاوية 40 وهاي 90، فكم بدها تكون؟ كم بدها تكون لو عملنا زي هيك مثلث؟ زي هاي 40 وهاي 90، هاي كم تكون؟ 50، فهاي 50. طيب هاي ايش؟ هاي هيك، هذا السهم كلياته في بي. طيب شو بعمل؟ عندي الفي دي، قلنا الفي دي باتجاه اي هات، لو فرضنا هذا الفي دي. طيب الرود هذا الرود شو ال كيف بدي احكيها، شو الزاوية اللي بيميل فيها؟ قلنا 13.92، بس احنا 13.92 من وين؟ من هون، هاي 13.92 من هون. فانا ايش بدي اعمل؟ انا بدي اخذ المتمم الها، يعني بدي اخذ الثلاث اللي هي المتمم لها 90 هي 76.08، 76.08. فانا لو بدي اعمل كم مثلث اللي هو ترينجل، من اسمها ترينجل ميثود، اذا هاي في دي وهاي في بي، اذا هاي 13.9 هاي بدها تكون 76.08، فهي بتطلع المتممة. طبعا ايش هسا الريلاتيف، هسا اذا هاي دي وهاي بي، هذا السهم تجاهه هيك في دي ريلاتيف لبي، دائما بيطلعوا من جهة واحدة، راس السهم عند دي يعني في الدي بالبسط، دي بالبسط في دي ريلاتيف لبي، هاي هيك. طيب ايش عندي معي؟ هاي الزاوية وهاي الزاوية وهاي متممة بطلعها من 180 ناقص كذا بتطلع معي، وهاي معي طلعتها 15.9 على قانون الساين، بطلع في دي وطلع الريلاتيف. طب شو بعمل بعدها؟ من في دي والريلاتيف دي بي في تساوي اوميجا في ار، بس اوميجا في ار، ار اي ار، اخذ ار البار نفس اللي عملناها بالفرق بهذيك الطريقه، هيا هو طلعها في دي نفسها في دي عند النقطه، وفي دي بي اللي طلعها وايش عمل؟ عملها اوميجا في ار، طلعها نفس الطريقه نفس الشيء. يعني بدل ما نشتغل على الفيكتورز نشتغلها كمثلثات، ما هو الفيكتورز اصلا هي عباره عن مثلثات اللي هي كانت شابتر 3 فيزياء 1. بعمل دي وبي وواي، الاوميجا في ار باخذ اوميجا دي بي اللي بده اياها، والار هاي ار. طيب لو مروا على اسئله بروبلم مش راح احل انا خلص بالتفصيل، يعني الطريقه نفسها راح ارجع احل نفس الشيء، راح افتح المانيوال. طبعا 51 هو المجموعه بي، بالصدق كان سؤال صعب جدا وما بعرف شو بده، فراح استثني انا من حلول البروبلم. مثلا في عندنا هاي البروبلم، بروبلم 63 64 65، راح اسوي له شرح بكره ان شاء الله. وهاي الاسئله كلها، هاي الاسئله كلها نفس الافكار، معطيني اوميجا اي بي، ايش طالب مني؟ طالب مني دوران هاي ودوران هاي، شو بعمل؟ هاي اوميجا اي بي السهم كله من السبورت للنقطه، فهاي سرعتها هيك اي هات كم؟ اوميجا في ار، وهاي السبورت بروح بخلص هذا الجزء، بروح هذا الجزء، السبورت هون كيف اتجاهها؟ هاي اتجاهها هيك، فشو بيكون عندي؟ 0.5 جي هات لتحت سالب 0.75 اي هات، باخذ خلص مباشر الطول الافقي هو الاي هات والطول العمودي اللي هو الجهات، والاشاره حسب اتجاه السهم. وهذا شو بعمل؟ هذا بتكون سرعه الريلاتيف في بي ريلاتيف لتي. فلو بدي افتح المانيوال، بدي افتح المانيوال على دايناميك شابتر 15، فعندي ايش؟ شو رقم البروبلم؟ بس رقم البروبلم 63، رقم البروبلم 63 باخذ اي بي بعمل له اوميجا في ار بي اي، او ما ليش بالمصطلح اللي من السبورت لكذا سالب سالب جهات حكينا، واي دي باخذ بيطلع معي مجهولين اي وجي، بعدين الترانزليشن اللي هي البار دي بي اوميجا بي دي ضرب ار دي بي. فانا ايش كتبت القانون؟ في دي بتساوي في بي زائد في دي ريلاتيف لبي، يعني الار من بي لدي، الار من بي لدي، يعني راح اخذ 200 اي هات،
200 اي هات اللي هي 0.2. فلما حل هيو حل 0.2 اي هات. يعني هاي افكار المانيوال. وبعدين معادلتين مجهولين بطلع الاوميجا تي اي والاوميجا بي تي. هسه بالسؤال الاكزامبل لما اخذ مع حل معادلتين مجهولين كان معي ايش؟ انه عندي الجهات بصفر، هون لا بكون عندي معادلتين مجهولين بي دي وتي اي وبحلهم. فعادي لو بدي اشوف سؤال مثلا 64، هاي سؤال 64 نفس الطريقة في بي وفي دي واحدة بدالة اوميجا هات بترينجل ميثود او على الفيكتورز بحل حسب ما عادي لو حليته على الترينجل ميثود بيطلع معي. فانا بدي احل 67 67 اوميجا اي بي معي اوميجا بي دي اوميجا دي اي هذا المجاهيل ار بي اي طبعا من السبورت للنقطة يعني سالب جهات سالب 200 جهات سالب 200 جهات ار دي بي دي بي هيها بتكون طبعا انا شو ناسب مثلا شو بدي انسب هو شو بده ينسب الكتاب من بي لدي من دي ريلاتيف لبي يعني من بي لدي بده يكون عندي سالب 600 اي هات سالب 250 جهات سالب 600 اي هات سالب 200 جهات 250 مش 200 بي دي بي دي 250 اتوقع مخربط لانه هيا ها 0.5 هيا مخربط الكتاب هاي مخربط في المانيوال. طيب شو ال وشو ال دي اي بتكون اي دي سالب 200 اي هات سالب 200 اي هات خلص عوضها بالمعادلات وبنحل. هذا كل جاب 15 هاي الطريقه. بس بدي احدد الارات الارات البارات اللي مربوطه بسبورت من السبورت للنقطه من السبورت للنقطه يعني سالب 200 اي هات سالب 200 جي هات. هذا البار حسب شو ناسب ناسب دي ريلاتيف لبي باخذ من بي لدي ناسب بي ريلاتيف لدي باخذ من دي لبي يعني السهم هيك بيكون اتجاهه هاي طلع الماوس هيك اتجاهه. اما بدي اخذ دي ريلاتيف لبي باخذ من بي لدي اتجاه السهم لتحت زي هيك. وهي الاشكال كلها نفس الشيء هذا نفس الشيء هذا بنعتبره بار وبوجد له سرعته بس بضل الفرع الثاني منه راح اشرحه بكره ان شاء الله. وخلص وبكره ان شاء الله كمان انستنتانيوس سنتر. يعطيكم العافيه.